قتل 11 شخصا وأصيب 36 آخرين بهجوم بسيارة مفخخة على حافلة للشرطة وسط العاصمة التركية. اعتقلت السلطات الأردنية مشتبها به بعد هجوم وقع أمس في مخيم للاجئين أودى بحياة 3 من ضباط الأمن. قالت الأمم المتحدة إنها رفعت اسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن من قائمة سوداء بشأن حقوق الأطفال. قصفت طائرات حربية أمريكية 16 هدفاً جديداً لداعش في العراق وسوريا انطلاقاً من حاملة طائرات شرق البحر المتوسط. قالت الأمم المتحدة إن السلطات السورية تمنع دخول قافلة مساعدات إلى داريا بعدما حصلت على موافقة جزئية سابقاً. قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن تركيا تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. فازت هيلاري كلينتون بترشيح الحزب الديمقراطي وهو ما يضعها على الطريق لتصبح أول امرأة ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية. ظلت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها في 7 أشهر بعد أن لامس الدولار أدنى مستوى في قرابة شهر. قال التلفزيون السعودي إن مجلس الوزراء أقر خطة التحول الوطني 2020 التي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية. جمعت حملة أمة تقرأ التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد أكثر من 10 ملايين درهم بعد يوم على إطلاقها. قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالإمارات إشهار اتحاد للعبة الكاراتيه.